راح أوقف أول شيء في منطقة السركال في دبي قبل توجه إلى الشارقة. هنشوف كم شغلة هنا. عادة العمارة أو الأركيتكتشر يعني هذا مو متخصصي، لكن شفت شغلات وايد حلوة في جائزة الأغا خان للعمارة. راح أوريكم بعض الأعمال المرشحة، صراحة أعمال تبين لنا شلون أن العمارة ممكن أنها تخدم المجتمع وبنفس الوقت تطلع بشكل جميل. مثلا هذا مشروع المكتبات المصغرة اللي انبنت في كوسوفو في المناطق الفقيرة. برج الدوحة في قطر، نشوف أنه استخدم النقشات الإسلامية أو شكل النجمة هذا من أجل كسر حدة الشمس داخل المبنى. منزل 40 ققدة في طهران في إيران استخدم تقريبا نفس الفكرة، لكن الخامة تختلف، المستخدم اللي هي القرميد بشكل باترنز، هم كذلك يكسر حدة الشمس ويطلع بشكل يعني حلو ويناسب البيئة وشكله نقول مناسب للأجواء اللي حوالينا. هني مشروع مدرسة عائمة في لاغوس في نيجيريا. أوكي، عارفين طريقة تلبيس المباني اللي يستخدمونها عندنا، لأن يكون مبنى قديم ويبون يحذفونه يحطون فوقه تلبيس خايس. هذا تلبيس مكتبة الملك فهد في الرياض، يعني شوفه شكله جميل ويعطي مساحة أكبر للمبنى نفسه. ننتقل إلى مكان ثاني، وهني نشوف يعني عمل توثيقي كبير جدا من عمل فنان عمار العطار، وهو توثيق بلازا سينما. سينما بلازا افتتحت في دبي سنة 72، وتم هدمها سنة أو تم غلقها سنة 2015 وهدمها لاحقا. فالفنان أو المصور يعني ظل سنتين وهو يزور السينما ويحاول يوثقها قبل لا تندثر. العمل اللي شفناه قبل شوي هذا من الأعمال اللي إذا كنت على السركال لازم نشوفه. هذا بعد معرض حلو يتكلم عن تاريخ مكة أو تاريخ غير الرسمي لمكة. أنا عجبني هذا الجدار اللي حط يعني التاريخ بشكل مركب، يعني يجمع بين تاريخ مكة نفسها والأحداث اللي صارت في العالم من حوالينها خلال هذه كم قرن المخطوط يعني. هذا معرض يجمع أعمال فنانين نيويورك من فترة السبعينات. إذا ما سمعت عدل نيويورك، أوكي طلعت عدل. طبعا معارض السركال يعني ما لها وقت معين، لأنها مجموعة من الجاليريات وكل معرض يعني كل جاليري يعرض في وقت مختلف عن الثاني. والسركال مثل ما انتم شايفين يعني هو عبارة عن منطقة قراجات اصلا تم تحويلها الى يعني منطقة تحوي جاليريات وكافيهات ومركز ثقافي.
هذا لما تحط راسك على المخدة وتيك مليون فكرة. هذا كذلك من المعارض اللي لازم نزورها إذا جيت السركال. يمكن لاحظت وين المكان مختلف عن السركال اللي كنت فيه قبل شوي، وهذا طبعا لاني في الشارجة ولتغطية بينالي الشارقة. طبعا ما راح لحق اني اشوف الاعمال اللي بالبينالي كلها لانه موزع على اكثر من سايت، وشيء كبير جدا وشيء راقي جدا وشيء يعني اتكلم عن الاعمال، اتكلم عن تنفيذ الأعمال أو طريقة عرضها، ولا أتكلم عن المباني المستخدمة أو المنطقة اللي مستخدمينها للعرض. من الأشياء اللي تحترمها في بينالي الشارجة أنه معرض عالمي أو إيفنت عالمي، رغم ذلك كل شيء مشروح بالإنجليزي وبالعربي. بهالعمل التركيبي نشاهد 600 درع من دروع القوات الخاصة. ليش مركبة بهالطريقة؟ شنو قاعدة تحمي هذه الدروع كلها؟ موجودة لحماية هذه الحديقة.